سلام جميلات ورداتي الفنات اللي منورين ليا الحياه. نتمنى تكونوا بخير رغم الظروف ورغم كاع هذاك الشيء اللي قلت لكم. انا رجعت معكم مره اخرى بقصه جديده. غير هو قبل كنتمنى من البنات كاملين ينضموا ليا للقناه الاحتياطيه والقناه ديالي الثانيه قصه شهرزاد، حيت ما عرفش بالضبط المصير ديال هاد القناه اشنا هو، وخفت لي يجي واحد النهار وتسد ولا شي حاجه وهذيك الساعه ما يبقى عندي فين توصل معكم وما فيها باس الا انتقلتوا حتى الانستغرام. المهم الغزال هات منزلش نطول عليكم كتر وندخلوا مباشرة في القصة، حيت عارفاكم غادي تكونوا توحشوا القصص ديال شهرزاد. سميتي نجوى واليوم جيت نعاود لكم حكايتي وما جرى ليا، وغادي نبدا لكم حكايتي من طفولتي. بديت وكبرت في أسرة وخالة قد الحال، ولكن قانعين بهداك الشيء اللي قسم الله. الأب ديالي كان خدام في البحر، وميمتي ربات بيت، كنا عايشين في الدار بخير وعلى خير وما نقصنا حتى شي حاجه. الاب ديالي كان كيتقاتل على ودنا، وميمتي كدير جهدها اكثر باش نقدروا نقراو ونوقفوا على رجلينا. الحمد لله كنا داخلين سوق راسنا، ما كنجيبوا لوالدينا لا صداع لا مشاكل. كنا بين ربعه ديال الخوت، ثلاثه ديال الدراري وبنت وحده. خوتي الدراري علاقتي معاهم كانت مزيانه بزاف، واخا كانوا حاكميني وكيخافوا عليا وفيما درت كنلقاهم في جنابي، ولكن كانوا حنانين عليا بلا قياس. كنت انا هي الضو ديال عينيهم، بديت غاديه وكان كبار وغاديه وكان زيان وغاديه وكان عطي العين. فديك الوقت ما عمرني هضرت مع شي واحد ولا درت شي علاقه، كنت كنموت من با وخوتي، واصلا انا كنت واحد البنت الخوافه وحشوميه. ايوا كملت قرايتي وخديت البكالوريا ديالي، ومن بعد درت لافاك، قريت 3 سنين وخديت الاجازه، ومن موراها بديت كنقلب على الخدمه. وفي هذوك الايامات كان شافني واحد السيد عند دار خالي، عجبته بزاف وكندوى مع خالي حيت هو جارهم، وقال لي بغيت هذيك البنت اللي دخلت عندكم. خالي شكرني ليه بلا قياس وقال لي هذيك راه بنت خويا الله يعمرها دار، ووالديها راه دراوش وداخلين سوق راسهم. كان دار معاه باش يديو مع الوالد، وفعلا هذاك الشيء اللي كان. كان عيط لبا ودوا هو وياه ودار معاه الوقت، تلاقى معاه والاب ديالي ارتاح ليه، كان دري قريب دارو ما خاصو حتى شي حاجه. هو كان قاري عليا وحتى عائلته كانوا شويه لاباس عليهم. امور تيسرات والاب ديالي دار مع الولد باش يجي للدار. الولد كان جاب عائلته وجاو عندنا، عائلته شافوني ما قالوا لا طابت لا تحرقات. الامور في الاول كانت طبيعيه، ولكن كيف دازت الخطبه بديت كنحس ان عائلته فحال ما باغينيش او ما راضينش بيا. انا ما نكذبش عليكم ما تسوقتش ليهم، وقلت مادام انا غادي نعيش في دار بوحدي يدبروا راسهم شغلهم هذاك، حيت الخيبه هي اللي كنتي غتسكني معاهم. المهم الامور كامله تيسرات، دوزنا ضرب صداق، ومن موراها بيامات قليله كنا درنا العرس وتزوجت بهذاك الراجل. هذاك الراجل اللي قبل بديت كنهضر معاه في التليفون، عرفت عليه وارتحيت ليه بلا قياس. هو شكلا مقبول، وبالنسبه للخدمه ديالو خدام مزيان كيف ما قلت لكم، عنده الدار ما ناقصو حتى شي حاجه ماديا، وحتى في الجانب ديال الاخلاق وهذا على ما كيبانوا على ما كيعاودوا عليه الناس انه دري داخل سوق راسو صلا ما كتفوتوش، كان حنين وظريف بلا قياس. المهم تزوجت بيه، الامور في الاول كانت مزيانه. اصلا في الفتره الاولى ديال الزواج كنا يلاه كنتعرفوا على بعضياتنا اكثر، دوينا واحد الفتره قليله فتره الخطوبه وصافي. ايوا بقينا هكاك، عائلته فيما كنمشي عندهم كنحس بهم فحال ما باغينيش فحال ما راضينش بيا، وانا ما كنتسوقش ليهم، كندير هذاك الشيء اللي عليا، كنحاول انني نتجنب المشاكل معاهم. كيف كنوصل عندهم بانوا ليا واقفين في الكوزينه كنوقف معاهم، بانوا ليا كيجمعوا شي حاجه كنجمعها معاهم، بانوا ليا جالسين مجمعين كنجلس حتى انا وكنهضر معاهم. المهم كنحاول انني ما نبقاش يعني جالسه ونخليهم هما واقفين، ما كنت باغا نخلي حتى شي حاجه اللي تجبد ليا الصداع معاهم. واخا هكاك كانوا دائما كيتجبدوا صداعات، ولكن انا كنت كنميك وكنغمض عيني على بزاف الحاجات. الوقت بداو كيتعرفوا عليا ولاو كيرتاحوا ليا، وتما علاقتنا الحمد لله كانت حسنات. دازت تقريبا واحد العام ونص وعرفت راسي حامله، طرت بالفرحه وعجبني الحال، وحتى راجلي كان عجبو الحال بلا قياس، ولات داك الوليد، الامور حتى هنا كانت ميسره، كنت عايشه مع راجلي حياه طبيعيه في حالي في حالكم. كنت خاصمو مره ولكن ماشي شي خصام كبير. راجلي ما كينقص عليا حتى شي حاجه، كنت اللي كنحل عليها فمي كيحضرها ليا. هذاك الوقت حتى الامور الماديه ديالو كانت تحسنات كيف ما كنقولوا، دخلت عليه مباركه مسعوده. ايوا بقينا هكاك والحياه غاديه معانا حتى النهار اللي دات عندي بنيته، ثم طرت بالفرحه حيت ولات عندي وليد وبنيه. الامور تيسرات، هذيك البنيه كانت غاديه وكتكبر. فداك الوقت صافي قررت باش ما نبقاش نزيد الولاد، كنت مشيت ودرت اللولب حيت قلت الله يشعل البركه، وليد وبنيه نكبروهم نقريوهم نوصلوهم للبلاصه اللي بغاو، وحتى لراجلي كان عنده نفس الراي.
المهم حتى تما كيف ما قلت لكم كانت الامور طبيعيه، الراجل كان كيمشي للخدمه كيضرب تما راه علينا اللي حللنا على فم راه كيحضرها لينا، وانا كنت مقابله الدار ومقابله هذوك الوليدات كنت حادقه ومتوله وفي ما بغيتيني تلقايني. كنت واحد البنت اللي زوينه ومهليه في راسي نقيه، داري كتشعل حتى من عائله راجلي اللي ما كانوش كيحملوا فيا الشعر في الاول. علاقتي معاهم من بعد كانت حسنات بزاف، عرفوني على حقيقتي، عرفوني واحد الانسان اللي درويشه ما عندي لا مع سطع لا مع مشاكل. تقولي لي الهضره تبقى عندي وتقولي وتسمعيها في بلاصه اخرى، ولا اللي عندها شي مشكل كتعيط لي انا وتشكي عليا، اللي عندها شي غرض انا كنمشي نقضي معاها، اللي مريضه كنمشي عندها انا الاولى. كنت صاحبه واجب، ماشي كنت كندير معاهم الصواب، ولكن انا هكا كنت دايره. المهم حياتي في هذيك الوقت كانت مثاليه لاقصى درجه، العائل لا علاقتي مع عائله راجلي لا علاقتي مع راجلي لا علاقتي مع ولادي، كانت الامور كامله مزيانه، كنت اللي بغيتها كنلقاها، كنت مرتاحه بلا قياس. وداز على زواجي 14 عام، وفي واحد النهار اللي ما درش لي كاع الحساب بقيت كنحس بالاعراض ديال الحمل. في الاول ما تيقتش وقلت يمكن هادي غير المعده وصافي، جاوني هذوك الاعراض بالدوخه وكنبغي نرجع. اليامات الاولى كاع كنت كناخذ واحد الدواء ديال المعده، كندير الريجيم، نقص لي دهم غير زعما باش ما يبقاش يتروع عليا قلبي، ولكن والو حتى شي حاجه ما نفعات. وليت كنحس بالدوخه بزاف، كنوض وكتدور بيا الدنيا. دوز تقريبا واحد 15 يوم، 15 يوم وانا غير كنقول لا ما يمكنش، لا يمكن غير المعده، شاكه ماشي ما شاكاش، ولكن كنقول مستحيل حيت في داك الوقت كنت دايره العمليه الصغيره وقلت ما يمكنش نحمل بها. المهم فاش الاعراض كانوا غاديين وكيتجهدوا ما بقى لي الا نمشي عند طبيبه. هزيت راسي ومشيت عند طبيبه اللي متبعه عندها. كيف دخلت عندها قبل كاع ما تدوي قلت ليها يمكن انا حامله، بدات كتضحك وقالت لي كنندير العمليه لا، قلت لها دايراها، ولكن هاد اليامات راه كنحس بالدوخه راه كنبغي نرجع بزاف، وليت غير كنتشهر ريحه راجلي ما بقاش كتفرخ عليا. تما ضحكات وقالت لي ماشي يمكن حامله، اكيد راكي حامله، طلعت العين قلبك. صافي طلعت قلبتني وهي تقول لي لاله مبروك، انا فاش سمعت مبروك فحال ضربني الضو، ما كنتش عارفه واش نفرح ولا نبكي ولا نتصدم، واحد الاحساس اللي غريب بزاف حيت انا فعلا ما كنتش باغي الولاد، ولكن الا سيدي ربي رزقني بيهم الحمد لله وشكر لله، الحمد لله مزوجه براجلي ما درت غير حلال. ايوا خرجت من عند الطبيبه وانا فرحانه، عيطت لراجلي وقلت ليه الو انا حامله. سيد صدم وقال لي كيفاش، قلت له كيف ما سمعتي، عاودت له بالضبط هذاك الشيء اللي دار بيني وبين الطبيبه، وقلت له هذا الشيء لا قسم الله. قال لي مرحبا. المهم حتى هو فحال عجبو الحال، فداك الوقت كنا توحشنا التربيه وتوحشنا الوليدات الصغار، اصلا هذاك الوليد فحال جا في وقته. ايوا هي هذيك، مشيت للدار درت التحاليل اللي قالت لي الطبيبه، خديت الدوايات، بس واحد المده حتى وصل رونديفو الثاني اللي كان دارت معايا الطبيبه نمشي عندها فيه. المهم اختكم كانت فرحانه، العائله فرحانه معايا، كلشي عجبو الحال، حيت في هذيك الوقيته الناس كاملين كانوا كيقولوا لي زيدي على وليداتك شي حاجه، وانا وباهم كنقول لهم لا ماشي دابا باقي، وبعد مرات كنقول لا. صافي هي هذيك، مشيت عند الطبيبه كيف قلبت الوليد وهي تقول لي انا ما عرفتش، ولكن على ما بان ليا الولد تقدر تكون عنده اعاقه. انا فاش سمعت ديك الجمله فحال ضربني الضو، ما عرفت باش تبليت، بكيت وجدبت عندها وقلت لها هاد الهضره اللي كتقولي فيها مستحيله. قالت لي شوفي حتى شي حاجه ما اكيده، المهم انا هادشي اللي بان ليا ويمكن لك تمشي عند شي طبيب اخر. هزيت راسي من تما وخرجت نيشان عند واحد الطبيبه اخرى، قلباتني وقلت لها نفس الهضره اللي قالت لي هذيك الطبيبه، وهاد الطبيبه الثانيه ما اكدت لي ما الفات ليا، قالت لي الوليد باقي صغير باش نقدروا نحددوا واش عنده شي اعاقه ولا لا. كي بالنسبه للعبارات كاين واحد الاختلاف ولكن ماشي شي حاجه كثيره. المهم انا هذيك الهضره ما بغاش تدخل ليا راسي، وليت كنطير وكنزل، ما كنتش عارفه بالضبط اشنو غادي ندير. هزيت راسي ومشيت عند راجلي وعاودت له كاع هذاك الشيء اللي قالت لي الطبيبه. ايوا الراجل كيف سمع هذيك الهضره كحل بالعمه والظلمه، وقال لي غدا في الصباح طيح الولد. قلت له واش انت تسطيتي، كيفاش بغيتيني نطيح الولد؟ قال لي صافي غدا في الصباح خاصك تطيحيه، حنا ما عندنا ما نديرو بوليدات يكونوا معاقين. قلت له اتق الله وعرف شنو كتقول، هاد الوليد راه ولدي ولا ولدك؟ قال لي انا ما سوقيش في هذا الشيء. وقلت له نتايا اللي طيحتي هاد الولد وفي الاخر اكتشفتي انه ما عنده حتى شي حاجه شنو غادي دير؟ قال لي ما سوقيش. ايوا انا يا ما تصنتش لي الغد لي في الصباح سيد كيف فطر، جلس وقال لي دوزي قدامي. قلت له فين غنمشي؟ وقال لي غنمشيو عند الطبيبه باش طيحي هذاك الولد. قلت له ما غاديش نمشي نطيحو، وهاد الهضره هي اللي ما تقولش ليا. الراجل ما عجبوش الحال وبغى يبوخ الدم، فهاديك الساعه كنتصل بعائلته كامله، وعائلته من الطرف
كانوا متفقين معاه وكلهم باغين انني نطيح هذاك الولد وفحال ما رادينش يتزاد عندهم ولد معاق في العائله. وهما كانوا شويه فحال فيهم البخ وانا حلفت بحلو في هذاك الولد ما يطيح من كرشي. مهم بقينا كنهضروا حتى خرجنا باتفاق هي اننا خصنا نعرفوا بالضبط واش هذاك الوليد عنده شي حاجه ولا لا، عاد هذيك الساعه نحدوا اشنو غادي نديروا. مهم خرجنا وراجلي هذاك الصباح النهار كامل وحنا كندورو، ما كاينش شي طبيب اللي ما مشيناش عنده، كل طبيب واشنو كيقول لينا، ها اللي كيقول لينا فعلا هذا الوليد عنده اعاقه، وها اللي كيقول لينا راه مازال صغير باش نقدروا نحدوا هذا الشيء. المهم من خلال هذاك الشيء اللي شفنا مازال ما تاكدناش ان فعلا الولد عنده اعاقه، وتما كانت عكست وقلت له والو انا هذا الولد اللي ما نطيحوش، وراجلي قال لي ديري بحال ما حملتيش به، ياك انت دايره العمليه وما معولاش عليه كاع. قلت له لا راه مستحيل هذا راه ولدي صافي. تما غادي يبداو المشاكل، سيد غيولي تشكل عائلتي، غيولي عائلته تتصل بيا وتقول لي مالك راسك قاصح. دوزنا واحد الفتره هزني عاوتاني ومشينا درنا عند الطبه، واكثر يد الطبه في هذا الوقت كيقولوا لي الولد راه عنده اعاقه. الجمله ما كانش كنقدر نتحملها لان هذا كيف ما كان الحال كيبقى ولدي وما كنتش قادره نسخى به. راجلي كيقول لي دابا غادي تطيحيه وانا ما كنتش باغا. المهم انا السؤال الوحيد ديالي في هذاك الوقت واش هذا الوليد يقدر يعيش بهذه الاعاقه، كل طبيب وشنو كيقول لي. كاينش واحد الاجابه شافيه، اجابه اللي كتقول لك فوالا راه شنو عنده ها شنو عنده وهل المخاطر، لا غير عنده اعاقه ما كيوضحوش لك حتى بزاف. يمكن حيت هما في هذاك الوقت ما كانوش عارفين بالضبط اش من اعاقه عند الولد. انا كنقول لهم واش يقدر يعيش فيها، كيقول لي يقدر. والراجل كيف كيسمع هذيك الجمله كيطلع لي الدم وكيبدا يغوت وكيقول لي واش انتي مرضتي في مخك، واش باغا تسطيني، كيفاش بغيتي يعيش بها؟ شوفي يا اختي انا راه ما متحملش مسؤوليه هذا الولد، وشي لو ولدتيه منك ليه ما سوقيش فيه نهائيا. انا كنت كنخرج عينيا وكنقول ولدي هذا مستحيل نطيحو، وخاصه الوقت اللي كان فاتت الفتره ديال انني نقدر نطيحو، يعني صافي ولا وليد كامل مكمول. وخا الطبه في هذاك الوقت كان اللي كيقول لينا زعما نطيحو لان كاين واحد السبب، غير انا كنت رافضه. هذيك الفتره كامله عشت في العذاب الاليم، الراجل ما بقاش كيدوي معايا، ما بقاش كيشارك معايا الفراش، ما بقاش تقريبا كيدخل الدار الا قليلا. وعائلته في هذاك الوقت كاملين كانوا كيحاولوا يتواصلوا معايا، كانوا كيحاولوا باش يقنعوني بالفكره ديال انني نطيح هذاك الولد او نقتل هذاك الولد، لان الولد في هذاك الوقت راه كان كبير ماشي مازال صغير. انا كنت رافضه وكنقول لهم انا ولدي نهزو بسناني يخرج كيف ما بغى يخرج، ما عنديش المشكل. راجلي ما عجبهمش الحال وحتى عائلتي ما عجبهمش الحال، وقالوا لي انت كتقلبي على المشاكل، شوفي راجلك ما باغيش لاش هذا الصداع كامل، واش انت غتضحي بعائلتك غتضحي بجوج وليدات غتضحي براجل على ود تريبيا مازال ما تزادتش. كنقول لهم ان هذاك راه ماشي تريبيا، هذاك فحالنا فحالكم، الجسد وعنده مخ وعنده قلب وعنده احساس، ماشي مازال مثلا الحيمه صغيره نقدر نطيحها. انا كنت كنشوف فاش كندير التلفازه، تبارك الله كامل برجيلاته بديداته بكلشي، ما فيه المشكل كان غادي وكيكبر. وقدم ما هذاك الوليد كيكبر في كرشي كنتاكد انه غادي يخرج عنده اعاقه. انا ما كانش عندي مشكل وكنت مستسلمه للامر الواقع وكنقول لك تبع ليا سيدي ربي انا راضيه بها، حيت انا في داك الوقت ما كنتش كنقلب على الاولاد، في داك الوقت كنت جالسه ودايره العمليه وكنت صافي حبست الاولاد في خطره وحده، ولكن سيدي ربي وانت تريد والله يفعل ما يريد. حالتي كلشي كان كيبين ان سيدي ربي بغى هذاك الوليد يتزاد في الدنيا، فما غنجيش انا ونطيحو ولا ندير ليه شي حاجه. كنت مقتنعه بهذا الكلام وخا كلشي كان ضدي ما كنت كنسمع لحتى شي واحد. الحاصل وما فيه داس ليام حتى النهار اللي شدني الوجع، فداك الوقت الراجل كان تقريبا واحد الشهر ديال ليام ما جاش نهائيا للدار، كان كيصيفط لينا الفلوس وهداك الشيء اللي خاصنا، ولكن هو ما كيجيش. عائلته كيعيطوا كيسولوا، ولكن علاقتي معاهم من مورا هذيك الحماله تاثرت بزاف، كلهم شدوا تقارهم ما بقاوش كيتواصلوا معايا بزاف، ما بقاوش كيجيو عندي مره مره هكا كيسولوا فيا وصافي. ايوا بقينا كيف ما قلت لكم حصلنا على شدني الوجع، الراجل باش يجي يهزني للكلينيك ولكن كنصوني وما كيجاوبش. هذيك الساعه عيطت لواحد اختو وقلت لها دابا تكوني عندي. اختو مسكينه جات كتجري هزاتني ومجيت انا وياها للكلينيك. كيف دخلنا كان جا هو وجو عائلته كاملين وعائلتي حتى هي. مهم دخلوني للبلوك وكنت ولدت، وفعلا كيف ما قالت لي الطبيبه الاولى الوليد تزاد بتشوه خلقي مع بزاف ديال المشاكل واعاقه جسديه. كيف خرجوه كانوا داونيش على القرعه، باباه كيف شافو حضر راسو وخرج من الكلينيك.
المهم انا كنت كنسول عليه، كلشي كيقول لي ما عرفش فين مشى، كنعيط له في التليفون ما كيجاوبنيش. عائلته كاملين حتى شي واحد ما نزل عند داك الوليد ولا طلع ليه، حتى شي واحد مفرح، كانوا دايرين بحال عندنا جنازه. انا ما عجبنيش الحال من هذاك المنظر، نقول ربي رزقني بهاد الوليد، اشنو عندي ما ندير. مهم جلست دوك اليامات في الكلينيك، من بعد كنت خرجت مشيت لداري، الراجل كيف العاده ما جا ما طل ما سقصى. داك الوقت كان خاصني نمشي عند والدي اللي كان مازال في القرعه، كانت غير هذيك لوسي اللي كتهزني وكديني، تخيلوا كانت كتدخلني باش نمشي باش ندخل عنده، هي ما كتشوفوش وفاش كتشوفو كتخسر وجهها. انا هادشي كان كيألمني بزاف. مهم في داك الوقت الطب داروا مجهودهم اكثر باش يقدروا يخليوا هذاك الولد على قيد الحياه، حيت كيف ما قلت لكم كانوا عنده بزاف ديال المشاكل، واولها صعوبه في التنفس. الحمد لله الوليد كان كيقاوم فحال شي واحد متمسك بالحياه، وانا فاش كنت كنشوفو هكاك كنحمد الله وكنشكرو انني ما سمعتش كلامهم، ودرت هذاك الشيء اللي قال لي راسي وما قتلتش روح. كانت في كرشي كنت نوقف مع هذاك الوليد حتى لاخر نهار في حياتي، مستعده نهزو بسناني، وكنت ناويه ما عمرني نفرط فيه الحصول وما فيه. بقينا هكاك هذوك اليامات حتى النهار اللي خرجت الولد وجبته للدار. في هذيك الفتره كنت كنحاول نتواصل مع راجلي، كنحاول رد علاقتي معاه كيف ما الاول، كنت كنقولو افلان انا مستعده اللي بغيتيها نديرها معاك، المهم نرجعو كيف ما كنا، راه وليداتك توحشوك وانا بلا بيك ما كنسوى والو. كنحاول نلطف هكا الجو، السيد هاد الهضره ما كتدخل له من ودن ما كتخرج من الودن الاخرى، ودائما كيقول لي انت فضلتي ولد محاق عليا انا. كنقولو هذاك الولد اللي كدوي عليه راه ولدك، كيقول لي ما ولديش وما كنعرفوش، هذاك ولدك نسي وانا ما عندي ما ندير به. الا بغيتينا نرجعوه عندك حل واحد، هو انك تهزيه وتلوحيه في شي خيريه، ما عمرني مازال نشوفه، وقولي للعائله والناس كاملين اللي دايرين بينا ان الولد مات. انا فاش كيقول لي هاد الهضره كنتصدم وكنقول ما يمكنش يكون هذا هو الراجل اللي كنت مزوجه به. طربت معاه شحال مره وكنقول له واش منيتك، واش قدر دابا تلوح صفاء ولا تلوح اشرف في الخيريه؟ كيقول لي هادوك ولادي. كنقول لي كيف ما هادوك ولادك، حتى هذاك الوليد ولدك، واش انت ما عندكش القلب؟ واش انت ما كتشوفش الحاله ديالو؟ ما كتشوفش انه خاصو بزاف ديال المصاريف؟ كيقول لي دبري راسك، انا مسؤول، انا ما سوقيش وما تعوليش انني نعاونك في شي حاجه، ياك لالا ولدتيه وبغيتيه تحملي مسؤوليتك، وانا غنقول لك كلمه واحده، الا بغيتيني غادي تلوحيه، والا بغيتيه غادي نتفارق انا وياك. انا في هذاك الوقت صدمت بالحق، ما كان عندي ما ندير، حيت كيف ما قلت لكم هذاك الوليد ولدي وانا اللي مسؤوله عليه وانا اللي جبته في هالدنيا. ما ندمتش نهائيا انني تمسكت في رايي، بالعكس كنشوف عوينات وفيما كنشوفو كيتحرك قدامي كنقول مستحيل 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 نتخلى عليه. شكون اللي غيحن فيه قد اللي غنحن فيه انايا؟ شكون اللي غادي يهزو؟ شكون اللي غيصبر على هبالو؟ واش غيكون عنده شي تاخر في العقل؟ واش 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 بزاف الاسئله كانوا كيدوروا في راسي. صافي المشاكل مع راجلي كانوا غاديين وكيكبروا، عائلته كاملين كانوا تدخلوا، والخطير في الامر انهم كاملين قالوا لي علاش ما تخليش على هذاك الولد، سيري حطيه في شي خيريه ولا حطيه في شي سبيطار هما يقوموا به. انا هاد الهضره بالضبط كانت كضرني في خاطري، كنقول ما يمكنش تكون عائله كامله بحال هكا، هاد الناس كيفاش كيفكروا؟ واش هاد الوليد ماشي ولدهم؟ كيفاش هاد الولد غادي يحس؟ واش هذاك الشيء اللي فيه ما كافيش؟ زيد حتى انا ونكمل عليه كنت كنقول هضره وحده وما كانت نازلش عليها، هي الا بغاني الراجل يبغيني انا وولدي، ما بغانيش الله يعاوننا ويعاونو. دوزنا مده وفعلا الراجل كنطلع ليه الدم، وكنعرفني انني ما غنستغناش على الولد اللي في هذاك الوقت كنت غير هزاه وكندور به من السبيطارات، حيت كان خاصو يدير شحال من عمليه. مشيت للجمعيات وكنت واقفه مع ولدي، كنطير وكنزل غير باش نحاول ندير جهدي اكثر نتعالج داك الولد ونحيدو اكثر عدد ديال المشاكل اللي عنده. باه واخا كان لاباس عليه ما عتقني بريال، وغير كيعرف ان شي فلس غتمشي لهذاك الولد كيمنعو عليا. وانا ما تسوقتش ليه وقلت رزق الله، تعرفت على جمعيات، جريت وجريت مع هذاك الوليد، وداز عام وشهرين على ولادتي. هذيك العام وشهرين ما عمر ما داز فيها النهار الزين، من النهار اللي ولدت هذاك الوليد وانا في المشاكل، مشاكل مع راجلي ومشاكل مع عائلته، حتى عائلتي كلشي كان كيلومني وكلشي كان كيقول لي راسك قاصح. فيما كيشوفوا هذاك الوليد كيقول لي واش عاجبك حاله؟ واش عاجبك الوضع اللي عايش فيه؟ من نهار اللي تزاد هو وسط العمليات ووسط الطبه، نهار اللي تزاد وهو غير في التحاليل يديه مساكن كاملين تخرقوا ليه. كنقول لهم انا هاد الوليد عطيت الله وغادي نبقى واقفه معاه حتى النهار اللي يديموا الامانه امانته، يا يسبقني يا نسبقه، اما باش نضره مستحيل ثم مستحيل، هذا وليدي وانا اللي مسؤوله عليه.
ايوا الراجل صبر حتى عيا، ومن بعد كان رفع عليا الدعوه ديال الطلاق. فسقت خبار كنت باغا نحماق، قلت ما يمكنش الراجل يتخلى عليا بهذه الطريقه، وخاصه انه من ديما كيقول لي انا كنبغيك وانا كنحماق عليك وانا هادي. الراجل في دوك اليامات كنت كنعرف انه عايش الحياه بالطول وبالعرض، ما كنتش كنتسوق وكنقول دبر راسو. انا صافي فحال هذاك الوليد اللي ولدت ولا هو حياتي كامله. كنت كنقول انني غير نكبره ونوصلوا لهذاك الشيء اللي بغى ان شاء الله باذن الله، ونكبر وليداتي الله يجعل البركه. ما بقيت طالبه من الدنيا حتى شي حاجه. فداك الوقت ما غنقولش لكم انني ما خافتش، وليت كنخاف على راسي على وليداتي. قلت غادي نضيع، غندير في هاد الدنيا، شكون اللي غادي يوقف معايا؟ كنت كنهز ربيتي ونترجى الله وكنقول يا ربي دير لي مخرج من هاد الشيء. يا ربي راه انت عارف انا هادشي درتو ماشي عناد، درتو حيت ما بغيتش نادي واحد الروح انت اللي زرعتيها ليا في الداخل ديالي. كنبكي بجوف الليل وكنقول يا ربي يا ربي ما نكونش غلطت، يا ربي نكون هادشي اللي درت هو الصحيح. كي على الله، وفي ديك الوقيتة عارفه ما كاينش اللي غادي يوقف معايا من غيره. جميع البيبان سدوا في وجهي، كلشي كان كيلومني، قالوا عباد الله كيقولوا لي هزي ولدك وسيري لوحيه، هزي وحطيه حدا الباب الجامع، هزي ودير الخيريه. شي ميكات زبال فحال شي حاجه زعما ما عندها حتى شي قيمه. انا كنبقى نشوف فيهم وكنستغرب وكنقول هاد القلب منين جابوه. انا ما فهمش هاد الناس كيفاش كيفكروا، باقي لحد الان ما بغاش تفهم ليا. في داك الوقت كنت عارفه انني خاصني نتحمل مسؤوليه قراري. كيف عرفت ان راجلي رفع عليا الدعوه ديال الطلاق؟ بديت كنقلب على الخدمه، حيت كنت عارفهم اكدا كيف غيطلقني ما غيعقلش عليا وغادي يبغي يربيني، وما كاينش اللي غادي يعطيني الدرهم هو الاخر، وانا عندي مسؤوليه، مسؤوليه ديال جوج وليدات زائد وليد خاصو الدوايات وخلص خاصوش لا حاجات. انا كنت كنشوف هذاك الوقت اي حاجه كتعلق بولدي حتى شي واحد ما كيعقل عليا فيها. كنت كنمشي عند الجمعيات نبوس اليدين والرجلين غير باش يتعاونوا معايا ندير له هذوك العمليات وهذاك الشيء اللي خاصو. المهم بديت كنقلب على الخدمه، في نفس الوقت كنتسنى اشنو غادي ندير في الطلاق. ايوا في هذوك اليامات واحد النهار كنت جالسه في داري صحه سلام، حتى كتب لي النمره ديال لوسي، وهاد لوسي مش حال هادي ما اتصلات. جاوبتها بغيت نعرف بالضبط اشنو بغات. كنت زعما كنقول في بالي غتقول لي راه راجلك دوينه معاه، نشوفوا شي طريقه باش تحلوا المشكل ديالكم، المهم شي حاجه بحال هكا. قلت لها الو، وانا نسمعها كتبكي وكتنخصص، ما كنتش عارفه بالضبط مالها. قلبي حسيت بيه تهز من بلاصتو، قلت لها شنو كاين قولي ليا. ايوا قالت لي مهمتي ولد فلانه على واحد ولد اختها فلان اللي هو راجلي توفى وحنا دابا في السبيطار. قلت لها كيفاش اش كتخربقي؟ قالت لي جي دابا عندنا. ما دارت بيا الدنيا وكنقول ما يمكنش لا مستحيل. اويلي قالك عقوسي وراجلي وولد طفلتي ماتوا؟ لا لا هادشي راه مستحيل، كيفاش حتى ماتوا؟ هزيت التليفون وعيطت لواحد لوسي اخرى مات هذاك الولد اللي قالت لي عليه مات، ما كتجاوبش في التليفون. كنت عيطت لراجلها وحتى هو ما كيجاوبش، عيطت لواحد بنت طفلتي جاوباتني وقلت لها اش هاد الهضره اللي سمعت؟ قالت لي هذاك الشيء اللي كاين حنا دابا كاملين في السبيطار. قلت لها كيفاش وقع ليهم؟ قالت لي داروا كسيده. حتى فلانه راه في غيبوبه. انا صافي تما دارت بيا الدنيا ديال بصح ما تليت عارفه ما ندير، ما حسيت براسي حتى هزيت هذاك الولد وسط ولادي بجوج باش يبقاو في الدار وما يديروا حتى شي حاجه. ما قدرت نقول لهم حتى شي كلمه، اش غنقول لهم؟ نقول لهم باكم مات؟ حضرت راسي وخرجت من الدار. في الدروج عيطت لميمتي قلت لها الو هاشنو كاين وهاشنو كاين وهاشنو كاين، وخليت الوليدات بجوج في الدار. قلت لها دابا تجي عندهم وصيفطي خوتي للسبيطار. قالوا لي واخا. مهم مشيت للسبيطار لقيت خوتي واقفين تما وكيتباكاو، شافوني تلاحوا عليا. واحد خويا هز ليا ولدي والثاني كندخلني لداخل. مهم دخلت لقيت العائله كامله مجموعه، ها اللي سخفان ها اللي كيبكي ها اللي كيغوت الله يحسن العوان. الدقه ما جاتهمش من بلاصه وحده، جاتهم الدقه مفرقه، خوهم امهم وولد اختهم وفوق منها اختهم في غيبوبه، راه ماشي سهله. مهم دخلت بداو كيعنقوا فيا وكنتباكاو تما. قلت لهم بغيت نشوف والو، قالوا لي ما عندك ما تشوفي. السيد جابوه في واحد الحاله اللي خيبه بزاف، الكسيده كانت قاصحه وكان كله تشتت. المهم ما خلاونيش نشوفو لا خواتاتو وخوتو لا الطبه اللي تما. ايوا بكينا وجدبناو في الاخر، حسبنا امرنا الله وسكتنا. انا واخا كاع هذاك الشيء اللي دار فيا في ديك اللحظه نسيت كل شيء، وليت كنتفكر غير هذاك الشيء الزوين اللي داز معاه. تفكرت وليداتو وشنو غادي نقول ليهم، اصلا باهم تقريبا في هذه المده كامله الاخرى ما بقاش على تواصل معاهم ولا كيشوفو مره. بقينا هكاك، داز النهار الاول نهار الثاني نهار الثالث، في الصباح ديال النهار الرابع كيف نط من النعاس ودورت وجهي جيت ولدي لعت من المنظر ديالو، قصو لقيته بارد تلجا ما عرف باش تبليت، وبديت كنغوت والدنيا كانت عامره في هذيك الوقيته. ما جيت فين نكمل الغوته ديالي حتى كلشي كان دخل كيجري. قالوا لي مالك؟ نيشت ليهم جيت الولد، مشاو كيتجراو لعندو قلبوه
كلشي تخلاه وكانوا عارفوا انه مات بالحق ما قدروش يقولوها ليا. واحد السيده كانت طارت عليه وهزاته وكتحاول زعما تسخن فيه وكتبين ليا انه ما بيه حتى شي حاجه. فداك الوقت قالوا لي نديوه للطبيب. خرجت كنجاره مشينا للسبيطار كنجري وكيف دخلناه وقلبه والطبيب قلنا الولد راه توفى. انا تما كنت باغا نحماق ونتسطى واخا هذاك الوليد تكرفص معاه بزاف بسبب وقعوا بزاف المشاكل، ولكن راه ولدي وربيت عليه الكبده. كان مريض وكان كيتالم فكان هو اعز ولد عندي، بلاصتو في قلبي كانت كبيره. تما صافي كنت باغا نتسطى ونحماق. اش غنقول لكم، داس عليا الديال بصح بنادم كامل بقى غير كيشوف كلشي مصدوم، حيت الولد اللي سبب هذوك المشاكل كاملين توفى بلا حتى شي سبب. داس عليا الديال بصح هذوك اليامات دفنت كبدتي اللي مازال ما شبعتش منها، الوليد اللي تحاربت مع الدنيا وما فيها على ودو، الوليد اللي كنت مستعده نضحي بكل شيء غير يبقى ليا، الوليد اللي كنت مستعده نخدمه بعويناتي وما عمرني فرط فيه الا الا فرقاتني عليه الموت. لا في هذيك المده اللي كان فيها حي لا من مورا ما توفى الله يرحمه، ما عمرني ما ندمت على القرار ديال انني خليته، ما عمرني ما ندمت انني تحاربت مع الدنيا وما فيها على ودو. كنت عارفه ومأكده ان سيدي ربي غادي ليا مخرج من هذا الشيء كامل، ان هذا امتحان وكنتمنى نكون نجحت فيه. كنت عارفه ومأكده انني انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد، نطير حتى نعيا. وفي الاخر هذاك الشيء اللي مكتبو لي سيدي ربي غادي نشوفه، هذاك الشيء علاش ما قررت ندير حتى شي حاجه وخليت الامور تمشي كيف ما مكتبه ليا. اليوم الحمد لله عايشه بخير وعلى خير مع وليداتي في خير راجلي، الراجلي اللي ورثناه من مورا ما توفى. وشكون اللي قال الولد اللي ما بغاه صدق وارث فيه ومات من موراه؟ فاش كتجي تشوفي فحال هاد الامور كتضحكي على الدنيا وكتضحكي على الناس اللي متيقين راسهم فيها، كتضحكي على الناس اللي كيدعوا القوه وكيقول لك اللي كيدعى القوه كيموت بالضعف. حصل هنا سلاس قصتنا، ما تنساوش خليو الاراء والتعليق ديالكم لصاحبه القصه، تنساونيش طبعا من التعليق ديالكم الزوينه، وطبعا طبعا خليو ليا لي لايك البنات، راكم عارفين المشكل اللي عندي في القناه. وغادي نعاود نذكركم اللي مازال ما دخلش لقناتي الثانيه وقناه الاحتياطيه ولا باج ديالي في الانستغرام ينضم لينا. انا كنحاول جاهده باش نحل المشكل اللي عندي، ولكن ما كنعرفوش ليام اشنو مخبيه لينا. الحصول هنا ما بقى لي الا نقول لكم احبابي ما سخيتش بكم، نتلاقاو ان شاء الله بعد قليل في قصه جديده اللي تقدر تكون في قناتي الثانيه. السلام عليكم.